يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. زلزال ثاني بنفس قوة زلزال فجر اليوم في جنوب تركيا والشمال السوري، انهيار عدد كبير من المباني، تشققات كبيرة سببها الزلزال في القشرة الأرضية. ثلوج وأمطار والناس في الشوارع. كاميرات المراقبة في إحدى المتاجر تصور هذا المشهد المروع. لحظات قليلة خلفت دمارا كبيرا. الناس تستغيث ومشاهد تحبس الأنفاس. دمار هائل حول الأبنية والشوارع إلى خرابات. المذنب الأخضر يقترب من الأرض، ولب الأرض يدور عكس الاتجاه، فهل اقترب طلوع الشمس من المغرب؟ وماذا تبقى من علامات الساعة الكبرى؟